السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دأب سكان باب مراكش بالدار البيضاء النساء والأطفال خاصة على التوجه إلى حديقة الجامعة العربية للترويح عن النفس. المكان متنفس حيوي لسكان باب مراكش، ومنهم السيدة إرقية بنت عمر. ذاك 18 من مارس من العام 2005 كان يوما مشمسا ربيعيا بامتياز، وكان سكان الدار البيضاء ومنهم سكان باب مراكش قد ألزموا بيوتهم لغزارة الأمطار التي شهدتها المدينة، ولذلك كانت حديقة الجامعة العربية يومها غاصة بالمتنزهين. الأطفال يركضون في كل الاتجاهات، يصرخون ويضحكون ويمرحون، بينما تشكلت حلقات للنساء في أرجاء الحديقة. كانت السيدة رقية بنت عمر قد صحبت معها طفلها ذي السنوات الخمس، وبينما كانت منهمكة في الحديث مع مجموعة من النساء غاب الطفل عن نظرها. تفطنت إلى الأمر وقامت مسرعة تناديه، لم يكن يجيب. توجهت إلى زاوية من الحديقة ذات أشجار كثيفة تراءى لها واقفا، أسرعت إليه، كان مفزوعا، وما أن اقتربت حتى اكتشفت هول ما أفزع الصبي. على الأرض بين كومة من الأزبال جثة ممددة على الأرض، جثة رجل اكتسحت وجهه جيوش من الحشرات، كانت جثة متعفنة. صرخت رقية بأعلى صوتها، فهارع إليها المتنزهون والمارة. أبلغ أحدهم الشرطة. حضر إلى المكان العميد رئيس الدائرة الثانية، استمع إلى أقوال السيدة رقية بنت عمر، هاتف ممثل النيابة العامة وطلب حضور الطبيب الشرعي ومصلحة التشخيص القضائي وسيارة لنقل الأموات. قام بما يمليه القانون في مثل الحالة القائمة في حديقة الجامعة العربية. لاحظ الطبيب الشرعي بعد معاينة أولية للجثة أن الوفاة تعود إلى 7 أو 8 أيام خلت، وأنها ربما نتجت عن إصابة بأداة حادة في جهة القلب. كان ضروريا إخضاع الجثة للتشريح للتأكد من ذلك. التقط خبير التشخيص القضائي صورا للجثة في الوضع الذي اكتشفت عليه. تعذر أخذ البصمات في عين المكان، ولم يتم اكتشاف أي وثيقة تدل على هوية القتيل. بعد تلك الإجراءات رفعت الجثة من مكانها بعد أن أذن بذلك ممثل النيابة العامة. تم تفتيش المكان بعد أن أخلي من الجثة ومن الفضوليين. في الجوار تم العثور على ورقة بيضاء بدت وقد طويت بعناية، كان بها أثر دم. كتبت على تلك الورقة 5 أرقام، 4 منها متجاورة، 9 3 2 5. الرقم 5 وهو الرقم 4 كتب بمعزل عن الأرقام الأخرى. غير بعيد بقعة دم أخذت عينة منها إلى مختبر الشرطة. تقرر أن توكل القضية إلى العميد أحمد السودي من الشرطة القضائية، كان عليه أن يكشف هوية القتيل ويفك لغز الأرقام 5. أكدت عملية التشريح أن الرجل قتل بوخز في جهة القلب سخرت فيه أداة حادة بطول 6 سنتيمترات. بسبب حالة التعفن المتقدمة للجثة كاد يستحيل على فريق التشخيص القضائي رفع بصمات القتيل. بجهد كبير تم رفع بصمة واحدة سليمة. لم تكن الأرقام 5 أرقام هاتف ولا أرقام تسجيل سيارة. ازدادت حيرة المحققين، ولكن بصيص أمل ظهر فجأة. كان بين أعوان الأمن واحد على أبواب الإحالة على التقاعد، كان قد أضاع زهرة شبابه مقامرا، ما أن اطلع على الأرقام 5 حتى رجح أن تكون أرقام يانصيب. اصطحبه العميد إلى مكتب بيع أوراق اليانصيب. الأرقام 5
كانت الفائزة بالجائزة الكبرى في الأسبوع الماضي. كانت قيمة الجائزة 35 مليون سنتيم. فتح أمام العميد أحمد السودي وفرقته مسلك جديد. في 12 من مارس، 6 أيام قبل اكتشاف الجثة، توجهت السيدة بهية بنت علي التي تسكن في درب ملة إلى الدائرة الأولى للأمن للإبلاغ عن اختفاء زوجها عبد الحكيم بن رمضان البالغ من العمر 35 عاما منذ 3 أيام. قالت إنها بحثت عنه في مستشفيات المدينة وفي محل بيع السيارات المستعملة في زنقة بوردو حيث يعمل، ولكنها لم تعثر له على أثر. أصدقاؤه أبلغوها أنهم لم يروه منذ 3 أيام. السيدة بهية قالت إنها زارت أيضا مستودع الأموات ولم تجده هناك. تم إرسال مذكرة البحث إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميمها محليا ووطنيا. تضمنت المذكرة أوصاف الرجل وملابسه يوم اختفى. بدت الأوصاف مطابقة إلى حد كبير لأوصاف جثة حديقة الجامعة العربية. أثبتت قراءة البصمة الوحيدة التي أخذت من الجثة أن القتيل هو المدعو قيد حياته عبد الحكيم بن رمضان موضوع مذكرة البحث. أبلغ العميد السودي بالمستجدات، بادر بالتوجه إلى عنوان السيدة بهية بنت علي في درب ملة، طلب منها الحضور إلى مستودع الأموات علها تتعرف على جثة زوجها. قالت إنها زارت المستودع في 17 من الشهر ولم تعثر على زوجها هناك. ألح عليها الضابط. كانت زيارتها مستودع الأموات يوما واحدا قبل اكتشاف الجثة. لما حضرت تعرفت عليه، ولكنها لم تذرف دمعة واحدة. قالت كان مقامرا أغرقنا في البؤس. علم العميد السودي أن للقتيل رفاقا كثيرين يجالسهم في مقهى الأصدقاء بزنقة بوردو. مسلك القمار تبين الآن. كلف العميد السودي فريقا بالتقصي حول من استخلص 35 مليون سنتيم من مكتب اليانصيب، وعهد إلى فريق آخر التقصي في مقهى الأصدقاء حول آخر من رافق عبد الحكيم بن رمضان عشية اختفائه. توصل الفريق الأول إلى أن المحظوظ الذي فاز بالخمسة وثلاثين مليون سنتيم هو المدعو رابح بن عبد الله الذي يعمل في محل بيع السيارات بزنقة بوردو. علم الفريق الثاني من نادي لمقهى الأصدقاء أن 3 من مستخدمي محل بيع السيارات من الزبناء المداومين على المقهى، وهم عبد الحكيم بن رمضان ورابح بن عبد الله وعمر بن عثمان. بدا مسار البحث وقد تحدد الآن، سيتركز على مستخدمي محل بيع السيارات. يجب استجواب رابح بن عبد الله وعمر بن عثمان. الأخير صرح للمحققين بأنه أقلع عن التعاطي للقمار بعدما خسر الشهر الماضي كل دخله، ولكن صديقيه رابح وعبد الحكيم استمر في اللعب. أضاف سمعتهما يتفقان على شراء ورقة يانصيب كاملة مناصفة بينهما. بعد نصف ساعة التحق بمحل بيع السيارات رابح بن عبد الله. ما أن قدم العميد نفسه إليه حتى انتقع لونه وشحب. استدرك من تلقاء نفسه أنه مضطرب لأنه يعاني من الإرهاق. باغته العميد وسأله عن صديقه عبد الحكيم بن رمضان. رد بأنه لم يره منذ أيام وأنه متغيب عن العمل لأسباب لا يعلمها. لم يسأله العميد عن جائزة اليانصيب، ولكنه استدرجه للحديث عن زميله عبد الحكيم. قال إنه لم يشارك في السحب الأخير لأنه لم يكن يتوفر على مال. تعلل العميد السودي بسؤال عن عبد الحكيم واستأذن في تفتيش درج رابح بن عبد الله. أخذ منه نموذجا لاستمارة بخط يده. كان الغرض مقارنتها بالأرقام الخمسة التي كانت طي الورقة التي عثر عليها قرب جثة عبد الحكيم. وضع رابح بن عبد الله رهن المراقبة، وبعد يومين أكدت الخبرة أن الأرقام المكتوبة على الورقة المحجوزة وتلك التي على استمارة محل بيع السيارات كتبها شخص واحد. رابح بن عبد الله كان من كتب الأرقام الخمسة. لقد توفر للعميد أحمد السودي الدليل المادي الذي كان يفتقده، فبادر بالأمر باعتقال رابح بن عبد الله.
لما أحضر تم تفتيش جيوبه، عثر بها على بطاقة تعريفه وعلى وصل بنكي بإيداع مبلغ 35 مليون سنتيم. كانت هناك أشياء أخرى، منها سكين صغير في غمده. أخذ العميد السكين، فتحه وقام بقياس شفرته، كانت بطول 6 سنتيمترات. تم إرسالها إلى المختبر لفحصها. أثناء التحقيق حاول رابح المناورة، ادعى لما سئل عن 35 مليونا أنه تكتم على الأمر حتى على أقرب المقربين إليه، لأنه كان يريد أن يقنع زوجته بأنه تخلى عن التعاطي للقمار وأن يدفع لها مصاريف الأسرة مطلع كل شهر. أنكر أن يكون عبد الحكيم شريكا له في الجائزة، أصر على الإنكار حتى بعد أن قدم العميد نسخة من الورقة الرابحة وكانت بخط يد عبد الحكيم رمضان. الدليل الأقوى ضد رابح بن عبد الله هو غمد السكين الذي أثبتت الخبرة أن به أثرا من دم عبد الحكيم بن رمضان. حاول التماسك أمام أسئلة المحققين التي كانت تنهار عليه، ولكنه لم يصمد طويلا، اعترف. قال إنه وعبد الحكيم كان يشتركان في شراء أوراق اليانصيب، ولم يحالفهما الحظ على مدى سنوات للفوز بجائزة هامة. في المرة الأخيرة اشترك في ورقة اليانصيب الفائزة. ادعى رابح أن صديقه عبد الحكيم أراد أن يخص نفسه بقيمة الجائزة، رافضا اقتسامها بل وحتى تسليمه ثلثها. نشبت بينهما مشادة كلامية احتدت وتحولت إلى اشتباك بالأيدي. كان عبد الحكيم ذا بنية قوية، أسقط رابح أرضا، استل الأخير سكينه ولحق به داخل حديقة الجامعة العربية. هناك طعنه على مستوى القلب. قال إنه فوجئ به يتهاوى على كومة من الأزبال، جرده من أوراقه ومن ورقة اليانصيب الرابحة، غادر الحديقة، ثم تذكر سكينه الذي بقي منغرسا في صدر عبد الحكيم. عاد إلى المكان، كانت الجثة هامدة، استل منها سكينة كان به أثر دم. أخرج من جيبه الورقة التي كان قد دون عليها الأرقام 5، مسح السكين وألقى بالورقة. كان على العميد السودي أن يجد وثاقا آخر يطوق به الظنين ويستخلص من أقواله. كان رابح قد اعترف بأنه ألقى بأوراق عبد الحكيم وراء سياج بناية في جوار حديقة الجامعة العربية، وحده كان يعلم المكان. بعد أن تم تضمين أقواله محضرا وقع عليه، اقتيد رابح محاطا بطوق أمني. كان العميد السودي قد اتصل بنائب وكيل الملك، أبلغه بما توصل إليه وأفضى إليه بأنه قاصد إلى حيث تخلص الظنين من أوراق الضحية. بحضور نائب وكيل الملك وقاضي التحقيق لوقائع استرجاع أوراق القتيل، كان العميد أحمد السودي يختم ملف قضية حديقة الجامعة العربية. أنجزت المهمة، وللقضاء أن يقول كلمته.